مشاهدينا الكرام في كل مكان برحب بكم في حلقه جديده من برنامجكم عبر الكتاب موضوع حلقه النهارده هو مرتبط بشخصيه مهمه بل شخصيه عليها الكثير من النقاش والحوار هي شخصيه يهوذا الاسخريوطي وبالاخص الشبهه المرتبطه بكيف مات يهوذا إزاي مات يهوذا هل يهوذا مات انه خنق نفسه أم أن يهوذا مات بأنه سقط وانشقت بطنه وخرجت أحشاؤه كمان مرتبط بهذه القضية من الذي اشترى الحقل حق الفخاري هل الثلاثين من الفضة اللي أخذها يهوذا ثم ردها إلى المجمع قام الكهنة بشراء هذا الحقل أم أن الحقل اشتراه يهوذا من الشخصيات اللي عليها الكثير من النقاش والشخصيات الغريبة جدا هي شخصية يهوذا يهوذا الإسخريوتي واحد من تلاميذ الرب يسوع الاثنى عشر الإخوة المسلمين دايما بيحاولوا يدوروا على الامور التي من خلالها ينقضوا كلمه الله ويوجهوا اتهام ان هناك تناقض في الكتاب المقدس طبعا هم مش بيدوروا بغرض انه يفهموا هو بيدور على الذي يبدو او على شبهه يقدر يقول ان الكتاب المقدس كتاب فيه تناقض وبالتالي يطعن في مصداقيه الكتاب المقدس هذا الكلام أكدوا لنا محمد التاعب في إحدى الفيديوهات لما قال إنه عندما عندما ننقد الكتاب المقدس فنحن نهدم الإيمان المسيحي. فخلونا نسمع فيديو لمدة نص دقيقة كده بيتكلم فيه عن هذا الموضوع قبل ما إحنا نتكلم عن الشبهة المرتبطة بموت يهوذا. ناخد الفيديو الأول. المقدس باختصار هو اساس الديانه المسيحيه ودي نقطه في غايه الاهميه لان احنا قلنا قبل كده ان الكتاب المقدس هو صاحب المكانه الاولى عند المسيحيين هو كتاب الصداره عند المسيحيين فبالتالي الكتاب المقدس هو اساس الديانه المسيحيه عند كل الطوائف المسيحيه ان لو احنا قدرنا نثبت ان الكتاب المقدس اصابه تحريف فعلا زي ما المسلمين بيؤمنوا بحسب الايات القرانيه والاحاديث النبويه الشريفه والتراث الاسلامي اللي نقل لنا هذه العقيده لو قدرنا نثبت فعلا ان الكتاب المقدس محرف ولو قدرنا نثبت فعلا ان الكتاب المقدس ملوش موثوقيه ومصداقيه يبقى بالتالي الكتاب اللي المسيحيين بنوا عليه عقائدهم وتعاليمهم وشرائعهم واخلاقهم ومعاملاتهم وعباداتهم وكل ديانتهم لو الكتاب ده سقط يبقى المسيحية خدتوا بالكم من نقطة مهمة جدا بيقول أنه الكتاب المقدس إذا سقط سقطت المسيحية وسقط الإيمان المسيحي لكن لكن هو كمان في نقطة مهمة جدا قالها هنا أنه هو بيبني اعتقاده على عدم مصداقية الكتاب المقدس على ثلاث حاجات على شهادة القرآن الأحاديث النبوية والتراث الإسلامي ليس على الدراسات والابحاث ولا على يعني علم اللغات وعلم النقد وعلم مش عارف ايه، هو كل اللي هو جايبي انه ما دام في نص كتابي كويس آه القران قال انه محرف يبقى محرف، طب شغل عقلك لا انا هو الكتاب القران قال انه محرف يبقى الكتاب المقدس محرف، فعلى اي اساس طبعا القران طعن في الكتاب المقدس وعلى أي أساس الأحاديث النبوية طعن في الكتاب المقدس وعلى أي أساس طعن التراث الإسلامي في الكتاب المقدس مش هيقدم لك أي دليل هو هي كده هي كده متظبطة كده ما دام القرآن قال أن الكتاب المقدس محرف يبقى محرف كويس وبيحاول بقى يدور هنا وهنا ويحاول إنه يجيب ما يبدو على أنها شبهات أو تناقضات ويقول أهو ادي تناقض يبقى الكتاب مقدس محرف هناخد النهارده التناقضات المرتبطة بشخصية يهوذا الاسخريوتي وبالاخص ما يرتبط به موته وبالامور المتعلقه بموته لكن قبل ما اتكلم عن هذه الشبهه حابب انه اقدم فكره بسيطه للمشاهدين لحضراتكم عن مين هو يهوذا عشان لما نيجي نتكلم عن يهوذا يبقى عارفين مين شخصيه يهوذا هذا ولماذا هذا الكلام كله عن هذه الشخصيه من هو يهوذا الاسخريوتي اشهر شخصيه ترمز الى الخيانه والغدر في التاريخ البشري كله هي شخصيه يهوذا الاسخريوتي ارتبط اسم يهوذا بانه هو الذي سلم المسيح هو الذي خان يسوع هو الصاحب الذي انقلب وخان صاحبه او التلميذ الذي انقلب وخان معلمه عشان كده ارتبطت شخصيه يهوذا في كل التاريخ البشري بشخصيه الخائن او شخصيه الغادر الشخص الذي يغدر. يهوذا هو احد تلاميذ يسوع الاثنى عشر. كويس؟ ورد اسم يهوذا في العهد الجديد 22 مره. 22 مره ورد اسم يهوذا في العهد الجديد. آه، ثلاث مرات في انجيل مرقص، خمس مرات في انجيل متى، ست مرات في لوقا والاعمال لانه لوقا هو اللي كتب الاعمال وثمان مرات في انجيل يوحنا يبقى مجموع المرات التي ورد فيها اسم يهوذا في العهد الجديد هو 22 مره احنا هنا بنتكلم عن يهوذا الإسخريوتي مش بتكلم عن اي يهوذا تاني لانه في اكتر من يهوذا في العهد الجديد انا بس بتكلم عن يهوذا الإسخريوتي واحد من تلاميذ الرب يسوع الاثنى عشر او الخائن الذي سلم معلمه كان أمين الصندوق كان مسؤول عن الأمور المادية طبعا ثلاث سنين الرب يسوع كان يقول هنا وهنا وكان معاه ال 12 تلميذ فكانوا بيحتاجوا إلى بعض المصاريف المادية فكان هو أمين الصندوق وهو أيضا وصف بأنه كان لص يعني كان أمين الصندوق لكنه كان حرامي كويس مين اتكلم برضو عن يهوذا ارتبط اسم يهوذا في الاناجيل بعباره الذي اسلمه كان دايما لما يجي اسمه كويس فيقول البشير سواء متى او مرؤس او غيره الذي اسلمه وذلك لانه تامر مع رؤساء الكهنه واسلم لهم يسوع مقابل 30 من الفضه وده موجود في متى 19 ومرقس 3 ومتى 26 ومرقس ايضا 14. دي الخيانه اللي عملها يهوذا انه باع سيده ب 30 من الفضه. امتلك الشيطان قلب يهوذا عشان كده يقول الكتاب فدخل الشيطان في يهوذا. دخل الشيطان امتلك قلبه. يهوذا لم يكن كاي من التلاميذ الاخرين كان شخصيه مختلف كان شخص غريب الاطوار كان شخص عنده خطايا سريه كان لا يعلمها إلا الرب يسوع وحده شخص كان محب للمال شخص كان لا يبالي إلا بالفلوس شخص كان عنده طموحات أرضية كثيرة جدا وعشان كده الشيطان استغل كل هذه الضعفات اللي موجودة في شخصية يهوذا وامتلك قلبه امتلك قلبه انتهت حياة يهوذا نهاية مأساوية جدا إذ مضى وخنق نفسه ده ببساطة تلخيص لمين هو يهوذا لكن أجي لسؤال آخر أوكي رب يسوع اختار 12 تلميذ كويس وهؤلاء التلاميذ الرب يسوع دعاهم إليه وكانوا معه وخدموا معاه لمده ثلاث سنين، عاشوا معاه، علمهم اشفق عليهم، احسن اليهم، كان قريب جدا منهم في كل حياتهم، لكن لماذا خان يهوذا معلمه؟ لماذا خان يهوذا المسيح وسلم؟ اول حاجه بيكلمنا عنها الكتاب من الاسباب الرئيسيه. التي جعلت يهوذا يخون المسيح هو محبة المال. محبة المال. وده اللي بيقوله الكتاب. لأن محبة المال أصل لكل الشرور. فهنا بيقول الكتاب بيقول حينئذ ذهب واحد من الاثنى عشر الذي يدعى يهوذا الاسخريوطي إلى رؤساء الكهنة وقال: "ماذا؟" تريدون ان تعطوني وانا اسلمه لكم اليكم انتوا هتدوني ايه وانا اسلمه لكم هو عارف ان رؤساء الكهنه عايزين اي فرصه فيها يعني ينهوا على الرب يسوع ويقبضوا عليه ويحاكموه لكنهم ما جاتلهمش هذه الفرصه فهم يهوذا عرف ان هم بيكرهوا المسيح وان هم عايزين يتخلصوا من المسيح فهو اللي راح برجليه الى رؤساء الكهنه وقال لهم طيب تدوني كام بقى لو انا سلمت ليكم لو انا قلت لكم هو فين لو انا اتفقت معاكم على المكان المعينة اللي هيكون فيه وتروحوا تقبضوا عليها تدوني كام من الاموال فكان الرغبه الاولى او الدافع الاول هو محبه المال وراء كل خيانه. دور الأول على الدافع. في معظم الأمور هتجد المال هو الدافع. لأنه الكتاب صادق. المال بركه من عند ربنا. لكن عندما يحب الإنسان المال ويجري وراء المال يصير المال سيد قاسي يجعله يفعل أمور هو يمكن لا يمكن أبدا أنه كان يتخيل أنه يفعلها يجعله يخون يجعله يغش يجعله أيضا إنسان متكبر على الآخرين يجعله أنه ممكن يبيع أي حاجة في سبيل الحصول على المال المال محبة المال أصل لكل الشرور ودي حقيقة بيقولها لنا الكتاب عشان كده الرب يسوع قال عباره جميله جدا، قال انه لا يستطيع احد ان يخدم سيدين. ما ينفعش واحد يخدم سيدين، ما ينفعش واحد يخدم الله ويخدم المال. الاثنين ما يجوش مع بعض. ابدا، ما ينفعش انه لانه هيحب واحد وهيكره الاخر. ده الطبيعي. وعشان كده حتى الكتاب المقدس علمنا قال لنا عبارة خطيرة جدا قال الطمع الذي هو عبادة أوثان يعني الطمع بيصير في الإنسان محبة المال بتصير الإنسان كأنه بيعبد وثن المال بيصير وثن قدامه فبيولد جواه هذا النوع من الطمع الذي يصير عبادة أوثان أنه صار آلهة أخرى في حياة هذا الإنسان مستعد أنه يضحي بكل غالي وبكل نفيس في سبيل الحصول عليها المال حتى كل الفساد الذي تراه في الحكومات في المؤسسات في التعليم في كل الأمور وراءه حب المال والرغبة في الحصول يهوذا لم يكن أفضل من كل هذا يهوذا كان أسوأ من هذا يهوذا أحب المال ماذا تريدون أن تعطين وأنا أسلم إليكم فجعلوا له ثلاثين من الفضة ومن ذلك الوقت كان يطلب فرصة ليسلمه وكمان بيقول لنا في يوحنا 12 يقول لنا إيه فقال واحد من تلاميذه وهو يهوذا الاسخريوطي لما كان الرب يسوع موجود في منزل سمعان الفريسي وجاءت مريم بقارورة الطيب وكسرت هذه القارورة عند رجلي المسيح فيهوذا اختاز كويس وقال ايه وقال لماذا لم يبع هذا الطيب بثلاثة مئة دينار ويعطى الفقراء يعني هو ليه 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 تكسري قاروره الطيب الغاليه دي عند قدميه؟ كان المفروض انه نبيعها ب 300 دينار وناخد الفلوس ونديها للفقراء، يقول الكتاب بقى حاجه جميله جدا. قال هذا ليس لانه كان يبالي بالفقراء، ياما امور كثيره وعبارات كثيره تقال لكن ما في القلب هو عكسها بالظبط. يعني هو بيظهر هنا ان هو مهتم بالفقراء لكن الحقيقه اللي في قلبه الحقيقه اللي في قلبه كانت غير كده بل لانه كان سارقا وكان الصندوق عنده وكان يحمل ما يلقى فيه كان سارق وكان الصندوق عنده محبه المال سبب اخر لأن الشيطان امتلك حياة يهوذا. ما لو في خطية في حياتي هي دي المدخل اللي بيدخل منه عدو الخير الشيطان لكي يمتلك الباقي من حياتي. فدخل الشيطان في يهوذا. يقول الكتاب فبعد اللقمة دخله الشيطان فقال له يسوع ما أنت تعمله فاعمله بأكثر سرعة. طبعا البعض الآخر بيقول إنه هناك سبب اخر انه يهوذا كان غيور كان يهودي غيور كان منتظر مجيء المسيح وفكره عن المسيح انه المسيح الذي سياتي ويحررهم من الرومان ويؤسس و و مملكته الارضيه وبكده لما بدا الرب يسوع يتكلم عن موته وعن الامه الكلام ده ما حبش يسمعه يهوذا فحب انه يضع المسيح في خندق بحيث انه يعلن ملكوته فقال افضل طريقه ان انا اسلمه ولما يسلم يعلن ملكوته وبالتالي نعرف ان كان هو المسيح ولا لا لكن ما يعني اساس كتابي كبير لهذا الامر طيب عندنا مداخله الاخ عماد من تونس هلو؟ الو الو ايوه ايوه أه بدي ان اسال سؤال اتفضل كيف يسوع المسيح ابن الله؟ ده ده حضرتك ده سؤال؟ ده سؤال كيف بيكون ابن الله وهو بشر؟ كويس كويس طيب أنا أشكرك على هذا السؤال أه ولأنه سؤال مهم أنا حاول أجاوب عليه على قد الوقت اللي مسموح لأنه يعني ده موضوع كبير جدا وممكن لو تركت حضرتك تليفونك أو الايميل بتاعك أنا مستعد أبعت لك كتيب اسمه المسيح من هو بيجيب على هذا السؤال باستفاضة كبيرة جدا. طبعا نحن لا نتحدث عندما نقول أن المسيح إبن الله إن يعني شيل من دماغك خالص أخ عماد إن احنا نتحدث عن أي بنوة جسدية. لا يوجد هذا فحاشا الله الله روح فلما بنقول ان المسيح هو ابن الله ليس معنى هذا ان الله سبحانه انه تزوج بامراه وانجب المسيح هذا الفكر ليس له اي اساس بل هو فكر شيطاني كويس بعيد كل البعد عن الايمان المسيحي لكن كلمة ابن الله تشير إلى زي ما أقول عماد ابن تونس يعني هل تونس اتجوزت وأنجبت عماد؟ لا لكن من يرى عماد ويعيش مع عماد ويتلامس مع عماد ويسمع عماد يعلم أن عماد أتى من تونس هو تونسي الجنسية ولهذا كلمة ابن الله تعني أن المسيح من رأى المسيح ومن تعامل مع المسيح رأى الله وتعامل مع الله لأن المسيح هو كلمة الله وزي ما بنقول إحنا حتى في اللغة العربية أن الكلمة هي ابنة شفة يعني خارجة من شفتي الشخص فالكلمة الله كلمة الله المسيح كلمة الله المعبر والمعلن عن مين هو الله كويس وبالتالي المسيح قال هذه الآيه انه من رآني فقد رأى الاب، انا والاب واحد لانه هو من نفس طبيعه الاب، كلمه الله المتجسد، لكن لو سبت الايميل بتاعك فعلا هبعت لك الكتيب دون تقراه ويكون بدايه طيبه انك تفهم الايمان المسيحي في شخصيه يسوع المسيح له كل المجد بشكرك على اتصالك ماذا نتعلم من حياة يهوذا؟ تعلم من حياة يهوذا الكثير جدا قبل ما ندخل على القضية الأساسية أن يهوذا كونه قريب من المسيح لأكثر من ثلاث سنين سمع كل تعاليم المسيح وشاهد كل معجزاته لكنه يهوذا قلبه لم يتغير ممكن تكون في الكنيسة بقالك سنين ممكن تكون مسيحي مولود في بيت مسيحي منذ نشأتك لكن قلبك لم يتغير بعد قلبك مازال مليان بالكراهية وبالحقد وبالخطية وبالإثم كويس ال ال إنك تبقى مسيحي أو إنك يطلق عليك مسيحة أو إنك تبقى قريب من الكنيسة أو إن أنت تبقى في الكنيسة ليس ده معناه ضمان إن أنت رايح الحياة الأبدية لم تفتح قلبك للمسيح ويغير المسيح قلبك فأنت هالك بخطاياك حاجة تانية تعلمها من يهوذا إنه الشيطان بيجي بيدور على أي باب في حياتنا يدخل منه وبالأخص لو موجود في حياتنا خطايا سرية الخطايا اللي أنا بعملها في الخفاء يهوذا كان بيعمل خطايا في الخفاء إنه كان بيسرق من الصندوق هذه الخطايا هي الباب اللي دخل منه ابليس لكي ما يمتلك عقل وفكر وحياه وقلب يهوذا عشان كده اخطر حاجه هي الخطايا السريه وعشان كده يقول المرنم اختبرني يا الله واعرف قلبي امتحني واعرف افكاري وانظر ان كان في طريق باطل واهدني طريقا ابديا كل خطيه سريه بعملها في الخفاء في الظلام الله يراها وابليس بيستخدمها لكي ما يدخل بها الى حياتي ويستولي على حياتي عشان كده يقول الكتاب نعترف بخطايانا لله فننال الغفران ورحمة هناك نتائج مؤلمة لكل من يترك المسيح فيا المسيح يا الشيطان ما فيش حاجة تاني القلب اللي ما المسيح في شيطان ويهوذا عاش مع المسيح لكن المسيح لم يكن في حياته وبالتالي كان قلبه مكان مناسب انه يدخل اليه الشيطان ويعيش في داخله اجي بقى للنقطه بتاعتنا كيف مات يهوذا كيف مات وهقرا نصين من الكتاب المقدس نص الاولاني موجود في متى اصحاح 27 بيقول لنا ايه بيقول حينئذ لما راى يهوذا الذي اسلموا انه قد دين ندم ورد الثلاثين من الفضه الى رؤساء الكهنه والشيوخ قائلا قد اخطات اذ سلمت دما بريئا فقالوا ماذا علينا ان انت ابصر فطرح الفضه في الهيكل وانصرف ثم مضى وخنق نفسه يبقى يهوذا عمل ايه مضى وخنق نفسه فاخذ رؤساء الكهنه الفضه وقالوا لا يحل ان نلقيها في الخزانه لانها ثمن دم فتشاوروا واشتروا بها حقل الفخاري مقبره للغرباء لهذا سمي ذلك الحقل حقل الدم الى هذا اليوم حينئذ تم ما قيل بإرميا النبي القائل وأخذوا ثلاثين من الفضة ثمن المثمن الذي ثمنوه من بني إسرائيل وأعطوها عن حقل الفخاري كما أمرين الرب يبقى هنا يقول الكتاب مضى وخنق نفسه دي النقطة الأساسية اللي عايزين أول نقطة هنتكلم عنها ده في متى 27 في سفر الأعمال في أصحاح واحد بطرس وقف في كلمة تلاميذ قبل يوم الخمسين وقال لهم ايه؟ عن يهوذا الذي صار دليلا للذين قبضوا على يسوع إذ كان معدودا بيننا وصار له نصيب في هذه الخدمة يعني كان واحد من الاثنى عشر فإن هذا اقتنع حقلا من أجرة الظلم وإذ سقط على وجهه انشق من الوسط فانسكبت أحشاء كلها يبقى هنا بيقول لنا سقط على وجهه من الانشق أحشاء من الوسط وانسكبت أحشاء كلها فكيف مات هل مات خنق نفسه أم أنه سقط على وجهه وانشق من الوسط وانسكبت أحشاء كلها كويس دي ده دي القضية اللي بياخدها محمد التعب في فيديو آخر وبيحاول يثبت من خلالها أنه هناك تناقض وبما أنه هناك تناقض يبقى الكتاب المقدس محرف خلونا نسمع الفيديو اللي جاي ونعلق عليه الاختلاف أو التناقض ده بيدور حوالين سؤال يهوذا الاسخريوطي مات ازاي؟ المفروض ان يهوذا الاسخريوطي بحسب الاناجيل الاربعه هو التلميذ اللي خان يسوع. قصه موت يهوذا الاسخريوطي موجوده في مكانين في العهد الجديد. موجوده في انجيل متى وموجوده في بدايه اعمال الرسل. والكتابين موجوده في العهد الجديد او الانجيل. لما تقارن تفاصيل القصه لما هنقراها في انجيل متى وبعدين تقارن التفاصيل لما نقراها في اعمال الرسل هتجد ان في اختلافات كثيره جدا جدا قصه مختلفه محكيه في المكانين فايه اللي حصل ويهوذا الاسخريوطي مات ازاي؟ في انجيل متى الاصحاح 27 الاعداد من 3 ل 10 بيقول حينئذ لما راى يهوذا الذي اسلمه انه قد دين ندم ورد الثلاثين من الفضة إلى رؤساء الكهنة والشيوخ فيهود الإسخريوطي لما اكتشف لما ندم على اللي هو عمله بحسب قصة الأناجيل ندم ورد الثلاثين من الفضة إلى رؤساء الكهنة قائلا قد أخطأت إذ سلمت دما بريئا فقالوا ماذا علينا أنت أبصر فطرح الفضه في الهيكل وانصرف ثم مضى وخنق نفسه اخذ رؤساء الكهنه الفضه راحوا لموا الفلوس من على الارض وخدوها وقالوا لا يحل ان نلقيها في الخزانه لانها ثمن دم فتشاوروا واشتروا بها حقل الفخاري مقبره للغرباء طيب القصه دي اتحكت ازاي في اعمال الرسل اذ كان معدودا بيننا وصار له نصيب في هذه الخدمه ده يهوذا كان واحد من التلاميذ فان هذا اقتنى حقلا من اجره الظلم واذ سقط على وجهه انشق من الوسط فانسكبت احشاؤه ده بيحكي يهوذا ايه اللي حصل له؟ فبطرس بيقول يهوذا اشترى حقل من اجره الظلم وبعدين هل هو شنق نفسه؟ لا ده سقط على وجهه وانشق من الوسط فانسكبت احشاؤه كلها يعني تقريبا اتكعبل ووقع على صخرة شقت بطنه وانسكبت احشاؤه متبشعة يعني نيجي نسأل سؤال هو مين اللي اشترى الحقل حسب انجيل متى اليهود هم اللي اشتروا الحقل واشتروا اشتروا حقل الفخاري مقبرة للغرباء مين اللي اشترى الحقل بحسب اعمال الرسل ده يهوذا نفسه يبقى عندنا متى بيقول اليهود هم اللي اشتروا اعمال الرسل بيقول يهوذا هو اللي اشترى طب هو الحقل اتسمى حقل دم ليه في انجيل متى اتسمى حقل دم علشان تم شراءه بفلوس دم في اعمال الرسل تم تسميته حقل دم لان يهوذا انسكب الدم فيها طيب يهوذا مات ازاي في انجيل متى ذهب وشنق نفسه في أعمال الرسل انكب على وجهه سقط على وجهه وانشق طيب هو هو خد القصتين خد قصة متى وخد أيضا قصة بطرس المذكورة في أعمال الرسل وحاول إنه يرى التناقض بين القصتين دول وطلع من القصتين دول أو من الروايتين دول إن هناك ثلاث قضايا مهمين جدا او في نظره هم تناقض اول قضيه هي كيف مات يهوذا ثاني قضيه من الذي اشترى الحقل وثالث قضيه ومتكلمش عنها هنا لكن ثالث قضيه اساسا موجوده في النص دون هي النبوه التي يشير اليها متى ويقول كما قال ارميا النبي وهي النص اللي قاله موجود في زكريا اكتر ما انه موجود في ارميا فده باختصار كويس هو بيقول طبعا وقع على بطنه فانشقت احشاء انا عمري ما شفت حد بيقع على بطنه فبتنشق أحشاؤه يعني فماذا قصد بطرس عندما وصف هذه الاوصاف في اعمال الرسل كويس عن موت يهوذا القضيه الاولى كيف مات يهوذا كويس زي ما قلت النصين اهم قدام حضراتكم موجودين فطرح الفضه في الهيكل وانصرف ثم مضى وخنق نفسه اعمال بيقول فان هذا اقتنى حقلا من اجره الظلم وسقط على وجهه انشق من الوسط فانسكبت احشاؤه يبقى السؤال المنطقي هل يهوذا خنق نفسه ام سقط على وجهه وانشق من الوسط طيب نقدر نقول الاتي اول حاجه لابد ان احنا نراها في هذا النص ان هذا النص لا يحمل تناقض بل هذا النص يحمل تكامل هناك تكامل ما بين روايه متى وروايه اعمال الرسل متى بيركز على جزء وبطرس بيركز على جزء آخر في كلامه في أعمال الرسل التناقض يكون موجود عندما يكون تقرير أو حدث مخالف ومعارض ولا يمكن أن أنت تصلحه مع التقرير الأولاني يعني لو قال متى أن يهوذا خنق نفسه ولو قال بطرس أن يهوذا طعن نفسه هنا نقدر نقول أن في تناقض لكن هنا في تكامل مضى وخنق نفسه لم يعارض بطرس هذه الحقيقه ابدا فهو يعلمها جيدا لكن بطرس كمل ما بعد الخنق اللي حصل ليه بعد ما مضى وخنق نفسه عشان كده بنجد تكامل القصه ما بين متى وما بين اعمال نجد يهوذا مات في مت في بانه خنق نفسه في متى ومصير يهوذا الشنيع اللي وصفه لينا بطرس بعد ما مضى وخنق نفسه طيب يعني ايه الكلام ده شنق يهوذا نفسه عندما راى ان اليهود حكموا على يسوع بالموت اول ما خد ال30 من الفضه والمواضيع بقت جد قوي كويس ولقي ان يسوع قد حكم في مجمع السنهدريم وانه اليهود حكموا عليه بالموت قال لك أوبس انا ما كنتش قصدي كده انا اتبكت كويس وشعر بالندم وعمل ايه فرح واخد الفلوس وطلع يجري بيها الى الهيكل وراح رميها في ارضية الهيكل وقال لهم انا مش عايز هذه الفلوس الفلوس وصلت الى الكهنة فيما بعد، ونتكلم عن الجزء ده، ولأن اليهود لا يلمسون، يبقى هنا خليني أقول الجزء ده من الأول، شنق يهوذا نفسه عندما رأى أن اليهود حكموا على يسوع بالموت، كان ذلك يوم الفصح نفسه، اليوم اللي اتصلى فيه المسيح نفسه، يهوذا مضى وخنق نفسه. كويس؟ لأنه أول ما بدأت الأمور تدخل في الجد، كويس؟ مضى وخنق نفسه. أي قبل يوم السبت. قبل يوم السبت اللي هو بيبدأ يوم الجمعة مساءً ولأن اليهود لا يلمسون جثة الميت وفي نفس الوقت أن الموت شنقاً يعتبر وصمة عار في الأسرة ظلت جثة يهوذا معلقة عدة أيام حتى بدات تتعفن وبدات البكتيريا الداخليه تاكل الاغشيه والخلايا مما جعل بطن يهوذا تنتفخ وتصبح هشه فعندما انقطع الحبل اللي كان حاطط معلق نفسه فيه وسقط يهوذا سقط على وجهه فانشق من الوسط وخرجت احشائه ده ببساطه اللي حصل وده اللي بيكمله بطرس فبطرس لا يعارض متى بطرس يكمل رواية متى يأخذها إلى بعد آخر كويس حاجة تانية ذهب يهوذا إلى منطقة خريبة ووعرة حتى لا يراه أحد طبعا اللي عايز يخنق أن يشنق نفسه وينتحر وخلاص الدنيا كلها سودت في عينه بيحاول يروح في حتت بحيث أنه يعني يتمم اللي هو عايز يتممه بدون تدخل بشر حتى لا يرى أحد فخنق نفسه في حقل الفخاري وحقل الفخاري هو جزء من منطقة وادي ابن هنوم المنطقة اللي كانت بتلقى فيها الزبالة والنفاية والقمامة وبقايا الحيوانات الميتة وعظامها وكذلك أيضا الفخار المكسور اللي بيتكسر في البيت وما ينفعش حاجة تاني يروحوا يرموه في المنطقة دي سقط يهوذا كان معلق نفسه وسقط يهوذا في حقل الفخاري بطنه منتفخه اوريدي بدات البكتيريا تاكل كل الانسجه اللي جواه حاجه تانية بيقولها لنا انشق من الوسط فخرجت احشاؤه هذا التعبير لا يمكن ابدا ان يكتبه الا طبيب فاهم ولؤى كطبيب يفهم هذه العباره فلا يمكن أبدا أن يصف إنسان طبيعي بأنه سقط فانشقت أحشاء أنا ما بنشوفهاش ما بنشوفش واحد كده بيجري في الشارع وروح واقع فتطلع أحشائه برة ولا حتى لما بتطعنه بسكينة بتطلع أحشائه ده أنت لازم تشقه كله عشان تطلع أحشائه ليه لانه الجلد الانسان جلد قوي جدا وتحت الجلد هناك انسجه واربطه وعضلات وخلايا يعني بصعوبه جدا انه الاحشاء دي تطلع لكن هذه الاحشاء تصبح عرضه انها تطلع عندما يكون كل الباقي دون قد تاكل بسبب البكتيريا وانتفاخ البطن فعندما يسقط من ارتفاع ينفجر. ده اللي بيحصل. يحدث ذلك ببساطه مع الشخص الميت منذ فتره حيث تبدا منطقه البطن في التعفن والتحلل فتنتفخ البطن بسهوله وتخرج الاحشاء وتنفجر البطن وتخرج الاحشاء ده ده اللي حصل وهو يعلم جدا محمد التعب يعلم جداً انه ارى هذه التفاسير وارى هذا التفسير في كتب كثيره جدا، لكنه لا يجرؤ على ان يقول ماذا تقول او ما هي الردود على هذه الشبهه، لكنه هو ياتي فقط بالشبهه لانه يريد زي ما قلت من البدايه يريد انه يطعن في مصداقيه الكتاب المقدس فبالتالي البسطاء وغير الدارسين واللي بيشاهدوه يصدقوا كلامه على انه اه فعلا في الكتاب تناقض فالكتاب ليس هو كلمه الله، لكن حاشا لكلمه الله ان يكون فيها تناقض. كويس؟ ده, ده ببساطه الشرح اللي اللي بيقدمه المفسرين فلا يوجد ابدا تناقض ما بين متى وما بين اعمال. متى يذكر الحدث الذي تم عندما خرج مباشرة من عند اليهود عمل ايه مضى وخنق نفسه بطرس في أعمال الرسل يذكر لنا أنه ما حدث له كمصير وكنتيجة لأنه خنق نفسه أنه عفن وسقط وخرجت أحشائه بمعنى وده كان وده أبشع موتة ممكن يموتها الإنسان وهذه موتة الأشرار موت الأشرار وكأنه الكاتب أيضا بيذكرنا بحاجة مهمة جدا أنه مين اللي خنق نفسه في العهد القديم أخي توفا اللي هو كان بيشير على أبشالوم مشورة شريرة ضد داود النبي ولما فشلت مشورته مضى وخنق نفسه وهنا ايضا بنرى يهوذا الذي اراد ان يسلم المسيح وباع سيده لكنه شعر انه هناك خطا قد عمله وانقفل كل باب في وشه. على فكره نقطه مهمه جدا في الايمان المسيحي كل خطيه اذا تبنى عنها توبه حقيقيه تغفر فدم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطيه. وهل يوجد فرق ما بين يهوذا وما بين بطرس؟ بطرس الذي انكر سيده مره واثنين وثلاثه. بطرس الذي يعني قال عبارات على سيده لا يمكن ان تقال. بطرس الذي ضعف امام جاريه وانكر سيده وقال انا لا اعرفه. لكن ايه الفرق ما بين بطرس وما بين يهوذا يقول الكتاب ان بطرس بكى بكاء مرا بطرس تاب ندم مش بس ندم الندم لوحده لا يكفي التاسف على الخطيه ليس معناه التوبه انا بتاسف على الخطيه لان ما حبيتش النتائج بتاعتها لكن التوبه تعني انه انا اليك وحدك اخطات والشر قدام عينيك صنعت ان ادرك ان ما فعلته فعلا موجه الى شخص الله. وانا لا استحق الوقوف امام الله لا استحق ان اقف امامه لكني بطلب رحمته. يهوذا لو كان طلب رحمه يسوع كن لها. لكن يهوذا تاسف لكن لم يتب ولم يرجع للمسيح. ده كان مصير يهوذا. كيف مات يهوذا؟ هكذا مات يهوذا. خنق نفسه ظل على معلق في المكان اللي فيه لحد لما جثته بدات تتحلل سقط ولما سقط كان بطنه اوريدي منتفخه انفجرت وخرجت احشائه الى الخارج ده تكامل وليس تناقض الحاجة تانية بقى اللي هو بيقولها قضية تانية هناك قضية أخرى إيه هي بقى القضية الأخرى مش بس قضية كيف مات يهوذا لكن القضية الأخرى من الذي اشترى الحقل الكهنه ام يهوذا ودي قضيه مهمه زي القضيه الاولانيه زي الشبهه الاولانيه النصين قدام حضراتكم اهم موجودين يقول الكتاب ايه فاخذ رؤساء الكهنه الفضه وقالوا لا يحل ان نلقيها في الخزانه لانها ثمن دم فتشاوروا واشتروا بها حقل الفخاري مقبرة للغرباء لهذا سمي ذلك الحقل حقل الدم إلى هذا اليوم في أعمال بقى بيقول لنا إيه عن يهوذا الذي اقتنى حقلا من أجرة الظلم يبقى أعمال بيقول يهوذا اقتنى بس كلمة اقتنى دي مهمة جدا في متى 27 بيقولوا ان هم اخذوا الفلوس واشتروا بها حقل الفخاري مقبره للغرباء. يبقى السؤال مين اللي اشترى الحقل؟ ببساطه شديده جدا وانا ايضا اعلم انه ارى ايضا هذه التفاسير الكثيره والردود الكثيره على هذه الشبهه. بعد ان طرح يهوذا الفضه في الهيكل اليهود كانوا في مجمع السنهدريم حكموا على المسيح في مجمع السنهدريم ومجمع السنهدريم قريب من من الهيكل لكن يهوذا لانه خد الفلوس دي منهم لما كانوا في الهيكل من خزانه الهيكل اعطوها له كويس فلما رجعها رجعها الى الهيكل ورماها في الهيكل فخدوا هم هذه الفلوس طرح الفلوس فاخذوها بعد ما وصلت الفلوس اليهم قرر الكهنه عدم رجوع هذه الاموال لصندوق الهيكل ليه؟ لانها اموال دم اي دفعت لكي يحكم على يسوع بالصلب وبالموت فسميت اموال دم ما ينفعش يعني شايفين قد ايه الرياء اللي في حياتهم حكموا عليه بالموت لكن في نفس الوقت يعني آم يعني يبلعون الجمل وفي نفس الوقت يعني يعشرون النعنع والشبث النقطة الثانية الأموال دي أساسا هي أموال يهوذا هي مش أموال الكهنة هي أموال ليهوذا مقابل خدمة عملها يهوذا فلما أخذها يهوذا لما اخذ يهوذا هذه الاموال اعتبرت هذه الاموال اموال يهوذا. حق ملكيه هذه الاموال هي لشخص يهوذا. حتى لو كان رجعها ايضا للهيكل. هم اعتبروها مش بتاعتهم اعتبروها بتاعه يهوذا الخاين. قام رؤساء الكهنه باستخدام اموال مين؟ اموال يهوذا. يبقى الكهنه استخدموا اموال يهوذا في شراء الحقل، يبقى الكهنه هم اللي اشتروا الحقل، لكن اشتروا الحقل باموال مين؟ مش باموال الهيكل ولا باموالهم الشخصيه، لكن باموال يهوذا الاسخريوطي. ولاجل هذا يقول سفر الاعمال ان يهوذا اقتنى، اي انه الحقل ده ملكيته هو، لانها امواله، لكن اللي قام بالشراء هم الكهنه. فلوس يهوذا بفلوس يهوذا اشترى الكهنه الحقل ولهذا فالحقل يعتبر ملك ليهوذا الذي اشتراه لكن الذي اشتراه هو الكهنه زي النهارده ما انت يعني تلاقي واحد اتبرع بفلوسه ان يبني جامع يعني الشيخ زايد لما اتبرع انه يبني جامع ولا غيره كويس فسمى الجامع ده باسم مين باسم الشيخ زايد مع ان هو مش اللي بناه هو بس اعطى فلوسه الكهنه عشان كده يطلق عليه جامع الشيخ زايد مثلا او جامع فلان الفلاني لانه هو تبرع كويس جامع مصطفى محمود لانه التبرع بالمال لكن ده بتاع مصطفى محمود هكذا ايضا الكهنه اعتبروا ان الحقل ده ملك ليهوذا لانه اشترى بمال يهوذا وليس بمال الكهنة ولا بمال الهيكل لأنها خرجت من الهيكل وصارت هذه الأموال ملكا ليهوذا الكلمة اللي استخدمها بطرس بقى هي كلمة اقتنع كيتو ماي الكلمة دي تعني acquire, obtain, possess, provide, purchase يعني يعني تعني انك تمتلك تعني ان انت يبقى عندك جزء يكتب باسمك ده املاكك انت فالحقل ده اعتبر ملكيه يهوذا الذي اشتراهم الكهنه لكن ملكيته هي ليهوذا وليس للكهنه. ليه اخذ الحقل بامواله هو اشترى الحقل بامواله او اقتنى الحقل بامواله لكن شراؤه تم من خلال الكهنة وليس بأموال الكهنة لكن بأموال يهوذا حاجة أخرى المال الذي استخدمه الكهنة كان مال يهوذا وتم شراء الحقل باسمه في نقطة مهمة جدا بقى الأخ محمد التعب طبعا ما يعرفهاش هو أن الكهنة دول من سبط لاوي من سبط لاوي وما ينفعش ابدا ان يكون عندهم املاك بتاعتهم. فهم عشان كده ما خدوش اي نصيب في ارض اسرائيل. لم ياخذوا قطعه ارض زي بقيه الاسباط الارض كلها اتقسمت على 11 سبط فيما عدا سبط لاوي، ليه؟ لانه نصيبه هو الرب، هو معين لخدمه الرب. وكل سبت من الاسباط بيدي كده مكان انه لو جه واحد لاوي ينام فيه ويعيش فيه وياكل فيه الى اخره لكن هم they can't ما يقدروش ان هم يبقى في ارض باسمهم ككهنه وعشان كده الارض لابد انها تكتب باسم شخص اخر ملكيه الارض ما ينفعش تكتب باسم الكهنه ولا باسم واحد من الكهنه ملكيه الارض لازم تكتب باسم شخص اخر لان هذا هو الناموس وبالتالي ملكيه الارض اقتنى اي انه ملكه ملكو هي الارض ملك ليهوذا لكن الذي قام بالشراء هم الكهنه لكن صارت الارض ملك ليهوذا مكتوبه باسمه في العقد كمان اول ما مات يهوذا في الحقل ده حقل الفخاري اصبحت الارض مدنسه ما دام في جثه في الارض هذه الجثه دنست الارض هي طبعا مدنسة لأنه أيضا كان فيها بقايا وكانت مرتبطة كثيرا بوادي ابن هنوم لكن وجود جثة يهوذا في الأرض دي في حقل الفخاري جعل حق الفخاري أرض نجسة وبالتالي الأرض دي هي الأرض الوحيدة المناسبة لكي تصير مقبرة ما فيش أرض تانية مش هيشتروا أرض تانية ومش هينجسوا أراضي تانية الأرض دي بما أنها صارت أرض منجسة وجد فيها جثة يهوذا كويس فصارت هذه الارض ارض مناسبه جدا جدا للمقبره في هذا المجتمع الجماعي القديم كانت القيل والقال طبعا تتجول بسهوله حول مكان وكيفيه وفاه يهوذا ولن يكون عبئا على القرار الذي اتخذه الكهنه لشراء حقل باسم يهوذا او تحويله مقبره للغرباء الا هذه الارض. الكهنه دول عملوا ايه بالمال النجس اللي دفع كتمن دم المسيح اشتروا قطعه ارض نجسه فيها جثه مات فيها يهوذا علشان يدفنوا فيها الغرباء غير اليهود النجسين ودي للأسف ياما أشياء كثيرة بتتم بإسم الدين وباسم الله والله بريء منها وبريء من أفعالهم يعني استخدموا مال الهيكل عشان يغروا يهوذا انه يسلم المسيح وسلموا المسيح وحكموا عليه بالموت وليه قطعه ارض نجسه فاشتروها بالمال النجس علشان يدفنوا فيها الامم الناجسين الغرباء اللي لهمش مدافن مع اليهود بارض اسرائيل ده بيورينا الى اي مدى ممكن السلطه الدينيه عندما تفسد تصنع شرور اي سلطه دينيه عندما تفسد السلطه الدينيه من اقوى انواع الفساد اللي ممكن نشوفها هي الفساد الديني وده بنجده كثير بنجده كثيرا جدا. القضيه الثالثه والاخيره وفي عجاله هي اين هي نبوه العهد القديم عن هذا الامر؟ يعني متى بيقول ايه؟ متى بيقولوا حينئذ تم ما قيل بأرمياء النبي القائل وأخذوا الثلاثين من الفضة ثمن المثمن الذي ثمنوه من بني إسرائيل وأعطوها عن حق الفخاري كما امرن الرب يبقى متى بيقول إنه النبوة هنا اللي بتتحقق هي نبوة أرمية أنه أخذ الثلاثين من الفضة أه بطرس خد نبوة أخرى ودي مش ما فيش خلاف عليها كتير وأشار إلى سفر المزامير من مزمور 69 ومزمور 105 وجمع آآ آآ يعني جمع كده من الاقتباسات من العهد القديم أول حاجة زكريا أم أرميا فقال لي الرب القها الى الفخاري في زكريا 11 الثمن الكريم الذي ثمنوني به يبقى النص متاخد منين متاخد من زكريا فاخذت 30 من الفضه ولقيتها الى الفخاري في بيت الرب طب ازاي بقى متى بيشير الى انه لا النبوه دي كما قال ارميا النبي في ارميه 18 بنجد قم اذهب الى بيت الفخاري وهناك اسمعك الكلام لكن في ايه كبيره اخرى، نص كبير اخر. بيتكلم فيه عن رفض اسرائيل للرب، وبيتكلم فيه عن وادي ابن هنوم، وبيتكلم فيه عن الفخار، وبيتكلم فيه عن دم الأسكياء وبيتكلم فيه عن انه ازاي هناك دم من بريء آه سيسفك، كل دون مذكور في ارميه وأصحاح 19 من واحد إلى 17 كويس طيب برضو لكن النص أساسا أو العبارات اللي موجودة اللي اقتبسها متى كويس موجودة في زكريا موجودة في زكريا فكيف نقول يقول متى أنها من أرميا ببساطة شديدة جدا بدون الدخول في تعقيدات كثيرة آه يعني آه ممكن تشتتنا. أول حاجة عارفين إن اليهود بيقسموا العهد القديم إلى ثلاث أقسام. إلى ثلاث أقسام. أول قسم بيسموه التوراة. اللي هو بيضم أسفار موسى الخمسة. ثاني قسم بيسموه الأنبياء. النبيين. كويس؟ وده بيشمل أنبياء متقدمين ابتداء من يشوع وقضاة وملوك الأول الأول وصمويل الثاني وملوك الأول وملوك الثاني دول أنبياء متقدمين وأنبياء متأخرين اللي هم المفروض بيبقى أشعياء ورمية وحسقيال وال12 أنبياء الصغار كويس وبعدين الجزء الثالث بيسموه الكتب اللي بيبدأ بسفر المزامير وبينتهي إلى الآخر خالص مع سفر دانيال طيب ده بالنسبة للتقسيم اليهودي التلمود بقى عمل ايه التلمود التوراة لوحدها وجي عند الانبياء وحط اول سفر من اسفار الانبياء هو سفر ارمية اللي يعتبر اكبر سفر هو سفر ارمية فحط سفر ارمية كاول سفر في القسم الثاني اللي هو سفر مجموعة الانبياء كأي يهودي لما بيتكلم عن اقتباس أو آيات كتيرة ممكن يشير إلى القسم كله بأول سفر يعني الرب يسوع قال كما مكتوب عني في التوراة وفي الأنبياء وفي المزامير والمزامير هو يعتبر أول سفر من أسفار القسم الثالث اللي هو الكتبين وعشان كده لما متى قال كما ذكر لنا أرميا هو النص موجود في زكريا لكن لإنه أرمية يعتبر الاسم الكبير لقسم الأنبياء فقال إنه كما موجود في سفر الأنبياء كمان في حاجة تانية أنه أوقات كثيرة الكاتب في العهد الجديد بيقتبس من أكتر من من مكان في, في نبوة واحدة أو اقتباس واحد ممكن ياخد من أكتر من مكان في العهد القديم ولما يذكر ما يذكرش كل الأنبياء يذكر واحد منهم فقط ويس يعني آآ 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 سفر مرؤوس اقتبس في اصحاح واحد من اشعياء ومن ملاخي نبوه لما ذكر ذكر ملاخي ذكر اشعياء كما قال اشعياء كذلك ايضا هنا ارميا قال وزكريا قال لكن لما ذكر هنا متى ذكر ارميا ده ياكد لنا ان كلمه الله ليس فيها تناقض لا يوجد تناقض في كلمه الله بل الموجود هو تكامل وانا بشجعك عزيزي المشاهد لو في اي حاجه عندك عليها سؤال ما تسمعش الكلام اللي بيتقال على تناقضات تناقضات اذهب بنفسك وفتش وادرس وابحث وهتجد انه قد ايه كلمه الله صادقه فإلى أن تزول السماوات والأرض لا يزول حرف واحد أو كلمة واحدة من المكتوب إلى أن نلتقي في حلقة جديدة سلام المسيح يكون معكم